انت معك كم كلايه؟ يا منى؟ سبعة. عاش والله. انا الشاطر لما مود كان معايا كام؟ كان تنافس بقى على مين الام في بي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين، الصحه والعافيه والكرم بتسلم عليكم يا اهل الخير يا اهل الكرم، منوريني ومشرفيني على قناتي وقناتكم صبريتوس تي في. النهارده يا جماعه جايب لكم فيديو غير اي فيديو، اخيرا لعبت مع بنت، وفعلا انا ما اقصدش اي حاجه ولا اي اساءه، بس بنت حريفه محترفه. انا وهي كنا بنتنافس مين يجيب اكتر عدد كلات، وده كان الفيديو كله حماس وكله اكشن بطريقه غير طبيعيه، مره تنقذني مره انقذها، وكان فيديو جميل جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساش تسيب لي لايك وشير وتعمل سبسكرايب لو انت لسه مش مشترك في القناه. مشاهده ممتعه. طب ما يلا مستعدين يا جدعان، في باور ها، في حاويات ولا ايه؟ احنا بنلعب تقييم، ها ما تاخذوش يبقى حاويات، يبقى حاويات، يعني يبقى حاويات، يبقى حاويات. وحياه ابوك والنبي حاويات. يلا يلا انت عايزها تسون ل 1500 شير، معنى كده ان التيم اللي معايا ده ان شاء الله هيكون موجود معايا في الاستريمات، ويبقى تيم السرقه نسرق من بعض. كريستيل ما فيش فلوس ليه يا جدعان على الحاويات؟ اهو اهو في ده اول مره الاقي سكار. من ده ثانيه واحده يا جماعه يا مولا، يلا على اللوب انت وهو. مولا حبيبي، مولا حبيبي. منا نرجع كده نمشي مع بعض كده مع بعض نلاقي اسلحه سوا. انا عشان احنا معناش تلاح. اه لقيت يوم بي جاي لك اهو. ماشي يلا علي، علي حبيبي يلا مستنيينك اهو. انا هضم على في حد عندكم ولا ده بوتات؟ انا مش شايف حد معانا الصراحه. لا انا جاي بضب عليك يا منى. الواد جاي لك عن طريق الهنجر. اه الضرب ده عندي بس مش عارفه منين. فوق جايب من عند الهنجر، في واحد موجود في الهنجر اللي قدامي ده. اه واحد مبيك. بص بص حد معاه سلاح؟ انا معايا سلاح. واو رن جنب ودني اقسم بالله. عنده اوزي بقى والله. مع السلامة. توني مارك ولا خلاص؟ في واحد على الحاويات. لا 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 شفت واحد على الحاويات. اي حاويات بقى؟ ادخل ادخل. بص هنا بالظبط. انا ببش بفلانك شمال، بفلانك شمال. من نوك. جايلك جايلك. صحوها انا بأمن. بيرفع خد يا منا هيلز. تعالى خليك معانا، سيبك من تعالى هنا ما توقعش. ها خد يا هيلز. ماشي صبر. اوف واحد له جايين. حد ورايا، مين في ضهري؟ يرف صاحبه بس على العيال. هو جوه ماشي صبر. هيجي لي من وراك، خلي بالك من عندي كمان. بيرمي في عاش خنزير. ايه 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 عشان تبص. هو طب هم اول ديد ولا ايه الوضع؟ اول ديد يا جدع. يا عم يا ريت. لا لا انتوا فنشتوا النوك مش عارف. هو ده اللي انا بتكلم فيه. ايه ده انا فكرت يا جدعان. يلا عشان تنسى عشان تنسى يا شباب. عربية عربية. مفيش طلق. هنا 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 يا شباب. مارك ذا لوكيشن. لازم نبوش، لازم نبوش. اللي معانا ده ظروفه ايه؟ تعالوا تعالوا بس تعالوا بس تعالوا بس نخلص عليه، نخلص عليه. انت جايب عربية.
استنى تعال يلا انا وراك في ظهرك. يبقى دخل يمين. عاش منه انت لسه هسبري عليه. يلا تعال نشوف بقى حوار اللي علق ورا اللي مزنوق ده. انا اتفضت يا جدعان تعالوا. ده عربية اصلا مفيهاش بنزين. بس بس خبرني ما قلتش حاجة. في بنزين؟ لو تدخل بيها في العربية ودوس ركود. لا. لا انت عايز حد ينكك بنيد ولا حاجة. هو زبت كده زبت كده. هو كان بيطلع معايا البوست. ابعد عنه ابعد عنه. بصوا عربية فوق عربية فوق عربية فوق عربية قدام. يا جماعة قوم الباقي اللي بيجيلي ده لما بنزل من العربية محدش عنده حل يا شباب. آه اخدت علقة سخنة. قصدي كار 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 من بعيد كار من بعيد بيفصلوا الكاوتشات. انت عملت ايه في العربية؟ مش عارف انا ركبت عليها انا مؤاخذة. العربية فين العربية؟ عندي لاج غريب اول ما بنزل ما بعرفش اجي يمين ولا شمال. نفسي افهم اللاج ده يتحل ازاي يا شباب لو سمحت. لا 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 احنا كده هيتعمل معانا غلط. انا مع بعض نبقى نرجع البيت احسن. ده بتاع الكار اصلي. اه عشان بقى ضربني ضربه وحشه. الناس اللي ورا البيوت اوكي هنا ورا البيوت. واد ضربني ضربه في البوبو جاي تلوت. ها ها جاي. بص بص سامعين كل ايه عايز الكار. والله ما لحقت اخده اقسم بالله كنت عايز اسرقه. اصبري في ناس في البيوت. يا عم بقى والله العظيم انا كاره حياتي. سيبوني انا عايز حتى معاكم قنبله عايز افجر نفسي. ليه؟ هاي كل هنا في هنا في هنا في يا جماعه نضاره لو حد عايز. تعالى بقى نشوف حوار العيال دي. عندي بص 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 هشرح لك عندي ايه تمام ماشي. انا عارف ان انت تقول لي اي دونت كير بس قشطه. هشرح لك عندي ايه. لما باجي بنزل مع عربيه ما بعرفش ابص لا يمين ولا شمال. تمام؟ كل ما انزل العربية لازم يحصل معايا نفس الموقف ده. عشان انا قلب ابيض. لقيت ام فور وفيرتيكال. بصوا. ايه ده؟ وانا عملت كده في العربية؟ والله ما كنت اقصد. يا ساتر. شكرا. ابلع. عسل. يا دين امي. الواد ده فين ناس؟ عاش. زوليهم منا. سو اللي بالك فينا احنا وقعنا نط من الشمال. اوف لا 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 قلنا بقى مش رايقة. انا وقعت على اليمين. ايوه هو لا تقولي خل يا رب ما يفنش. ناي في واحد بره. في واحد بره يا جدعان. ايدك يا كلب ايدك ما تفنشاش. ايدك يا كلب ما تفنشاش والله. ايه كان وسخ وسخ الواد ده وسخ وسخ. ايه يعني ناخد وينر من غيرك؟ ايه عليك بس فاكر بروحك اللعب بقى تمام. يا اخي اقسم بالله بفرح لما بلاوي روعه لحالها 7 كيل هي لحد دلوقتي وانت يا عم سيبها يا عم هي يا جدع يا جدع. لا يا جماعه عامل لكم كفر حلو. واحد هنا موقعاه والتاني بنيد. انت معاك كم كلايه؟ يا منى؟ 7.
عاش والله. انا شاكر لما مودي كان معايا كام كانت تنافس بقى على مين الام في بي. انا جيمين ورا بعض ام في بي. اول جيم كلميني كده معلش مش مخدتش بالي كنت جايبه قد ايه. لا ما اعرف بس بيقطع دلوقتي قالوا بس ما حكمت دي زي خلك عرفات مين معاي تمام تمام. وانت كمان مولا بس مولا كفر حلو لعلمك ما جرى. بس انت كفرت حلو يعني انا بيعجبني فيك انك بتكفر والله. انا حامل نفسي ما اندر تمام. واحد على الشمال على الشمال على الشمال على الشمال وهو هو بيمشي. ايوه هو والله ما اشوف حاجه. شكرا. يطلع كده فوق البيت في اصوات في اصوات في اصوات في اصوات. في حد في البيوت اللي بالي الثاني عندي بلعهم نيد بقى صبري. الشاب اللعيب هو في نيد. هو صبري بيجيب من ظهره. في نيد ده في نيد عندكم. في حد جاي من ورا ده في ضرب من ورا. انت بتعمل انت ايه؟ مين ده مين ده مين ده يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم على حاجه. في حفله هنا جاي جاي مع العروسه. في حفله في حفله في حفله في حفله في حفله يا شباب. كل واحد اللي ياخد له بوزيشن. واحد بيضرب من ورا. انا اتخدت سنايبر واحد بعد كده انتوا بلاقي ورا واحد بيضرب فيه بيست كيست. ماشي خده بلعه بقى بالكار اديله الطريق. بص بص ثانيه 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 ثانيه. انا الواد رحت مديله واحده بالام 4 ورحت قلت له خد حل بقى بالايه بالقنبله دي. بالقنبله هتشوفه من البيت الثاني. هتشوفه من البيت الثاني. عشان من انفو انفو حد يعمل مارك يا جدعان. بص بص فين هو ورا العربيه البايظه. بس هو اهو تحت. ماشي يا صاحبي. اخرج يلا. هو انت لابس جزمه باتا ولا ايه يا جدع؟ في ايه؟ وقعت واحد وقعت واحد. ايوه هو هو ايه ده؟ بقول لكم ايه؟ عندي خيط اكتر من حقها بصراحه بالعربيه. بالعربيه بالعربيه. صبري بالعربيه. حرك انت طيب يا خليك خد العربيه وبلانت عليك. انا كنت هنا من ورا. يلا صبري. روح عشان قبل ما يرفوا. سيبك من صبري بس. صبري هديك كفر من قدامهم. جد عيب عليك يالا العربية. جدع بقولك في العربية بقالي ساعة. وقت ايم كامبر وقت ايم كامبر. هو قدامك هو قدامك وهي منها قدامك في الارض. ايوه والله جبتهم كلهم اقسم بكتاب الله. يا جدع ده انا بقول لمولا في العربية بقالي ساعة. ما انا بقولك في العربية الولا. انا جيبهم كلهم من رجلهم. كلهم من رجلهم من رجلهم كلهم. سال كده. واحد ارجع واللبي ولك ولك ارجع. الله حاجة على بحشك بحال رقش تقار بش انقال حرم بوقي. ارجع ارجع ولا والله حاجة على شحب على قبق الشبح حرق حش قرب قيب القيقية. انا عايز اقول لك على حاجة. انا جايب والله العظيم صوابع رجلهم اتفشخت. انا وقع منهم واحد. ايوه برضو انا كنت بدمجه من تحت العربية. بس مين انقذكم في الاخر يعني خير؟ تمام تمام. يلا يلا بقى التنمر. تمام جمايل. لا للتنمر يا شباب. لا للتنمر. ليه؟ اوه مره كباب جيت خانق مع واحد موته من الطرب. لا 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 خد يا اسطى الدونيشن مش عايزها. شكرا حبيبي يا اسطى. ميرسي على الستار. ميرسي يا الموري احمد حبيب قلبي. لا بس عايش والله. منا عملت شغل. منا عامله 10 10 كيل. ها 11 كيل. يا صبري بيمس عليك. انت مش عايز اكل. ومش عايز ومش عايز اكلمك على انا دمشتهم. الواد التاني رجله صحي او مش عارف. شمال 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 اهو والله. هو شمال عند الباجي. في باجي عند الدروب ورا الدروب على طول. في باجي هناك وهو عندك. ايوه مين اللي جابه؟ مولا الحرامي. تمام انا كي اس والله. يلا عايزين حته بقى. يو ار يو هاف بين باند عشان احنا هاكرز. عشان
دي بتفجرنا بتفجرنا. تمام تمام ريبورت ريبورت يا شباب بسرعه. تمام تاخد ريبورت يا شباب. اربع جيمات اربعه وين؟ احنا عاملين كام كلايه؟ عاملين كام كلايه؟ كل اربع كلات اربعه وين ولا ايه؟ 16 سبعة. ده الفيديو ده اللي ينزل بكره يا جماعه. نكتب احرف بنت في مصر يلا بقى عشان خاطرك بس. مع انك يعني تمام عاملين اربع. احنا 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 كسكواد. اوه ايه ده؟ بص الدمج علي علي شوف الدمج. اه انت داخل في 2000 ده 1900 دمج وكنت 19 كيل. ايه ده؟ وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش باللايك والشير وتشترك لان انا بنزل فيديو ان شاء الله من هنا ورايح على قناتي صبريتوس تي في اللي عليها 600 الف مشترك كل يوم فيديو جديد. سلام.